السلام عليكم عائلة العالم الذكي. فيديو جديد اللي من خلاله غادي نهضروا على افضل الخدع والامور المخفية او الميزات المخفية على هواتف ايفون. فبزاف ديال الناس كيسولوني علاش ما تديرش فيديوهات على هواتف ايفون. هذا الفيديو مخصص لكل مستخدمي شركة ابل وهواتف ايفون بالتحديد. فاذا كان عندك هاتف ايفون وبغيتي تعرف بزاف ديال الميزات المخفية والامور الرائعة جدا اللي يمكن لك تستفد منها من الهاتف ديالك، فكنصحك باش تشاهد هذا الفيديو حتى الاخر. طبيعة الحال لك انت دي اول مشاهدة لك على قناة العالم الذكي، سبسكرايب، فعل جرس التنبيهات، وما تنساش دير متابعة او فولو لحساب العالم الذكي على انستغرام. لما نزيد نطولو نبداو في الفيديو. نبداو مع اول ميزة مخفية على الفوتوز او الصور الخاصة بك على الهاتف. الى درتي سيليكت واختاريتي بعض الصور اللي بغيتي دير لهم هايد او اخفاء من الفوتوز الخاصة بك، فغدير هايد طبيعة الحال بطريقة عادية جدا، ومن ثم غادي تخفاو هاد الصور اللي اختاريتيهم بسهولة تامة. طبيعة الحال هذا الامر كينطبق على الطريقة العادية والتقليدية، ولكن الى اي واحد خدا الهاتف ديالكم شال هايدا غادي يلقى هاد الصور، وبالتالي الامر خاطئ تماما. الطريقة هو انك غتمشي لاعدادات الهاتف ديالك، من بعد غتبحث على فوتوز، من ثم غتلقى واحد الخاصية باسم هايدا البوم، غدير لها تعطيل غتلقاها مفعلة، غدير لها تعطيل، ومن ثم الى مشيتي الفوتوز او الصور الخاصة بك ومشيتي الالبومز ما غاديش تلقى خاصية هايدا. طبيعة الحال الصور المخفية تبقى مخفية الى حين ان تقوم باعادة تشغيل وتفعيل الميزة. ميزة مخفية اخرى، اذا كنت مخدم الموسيقى على تطبيق سبوتيفاي او على تطبيق ميوزيك الخاص بشركة ابل، فيمكن لك دير ستوب للموسيقى انطلاقا من التايمر الموجود في الهاتف الخاص بك. فكل ما عليك فعله هو الذهاب الى كلوك او الساعة الخاصة بالهاتف الخاص بك، تضغط على تايمر، من ثم تحدد الوقت الذي تريد تشغيل فيه تلك الموسيقى. على سبيل المثال غنديرو فقط على سبيل المثال 10 ثواني، ومن ثم غادي نضغطوا على رادار وغادي نمشيو للاسفل الى حين ان نجد ستوب بلاين كما كنلاحظوا هنا، غنفعلوها وغنضغطوا على سيت، ومن ثم غنضغطوا على ستارت. بطبيعه الحال من هنا 10 ثواني غتوقف الموسيقى بشكل اوتوماتيكي، وهذا امر رائع جدا وميزه مخفيه ومفيده جدا لكل مستخدمي ايفون. إذا كنت كتصفح تطبيق انستغرام او يوتيوب او اي تطبيق موجود في هاتفك ونزلت للاسفل بشكل كبير جدا كما كنلاحظوا هنا، غنمشيو للاسفل، وبغيتي ترجع للاعلى الصفحه، فبدلا من عمل سلايد من الاسفل الى الاعلى وتضغط سلايد عده مرات، فالامر بسيط جدا. فالكل ما عليك فعله هو الضغط على الساعه، نعم، فتضغط على الساعه في الاعلى وسترجعك الى اعلى اي صفحه تستخدمها. هذا هو حساب العالم الذكي على انستغرام باي ذا واي، ديروا له فولو. نفس الامر ينطبق على يوتيوب، اذا كنت تصفح تطبيق يوتيوب وتطلع لاعلى الشاشه او يعني الواجهه الاولى والفيديو الاول، فالامر بسيط جدا، تضغط على الساعه ويرجعك الى الواجهه الرئيسيه. انا شخصيا لم اكن اعرف هذه الميزه، واكتشفتها مؤخرا ميزه مفيده جدا وتختصر لك الكثير من الوقت بدلا من عمل سلايد مره واثنان وثلاث. بزاف ديال المرات كتبغي تعطي الهاتف ديالك لشي صديق يشوف شي صوره ولا شي موقع او اي شيء من هذا القبيل، وكتخاف انه يمشي لك الصور الشخصيه ديالك ولا لتطبيقات اخرى. الامر بسيط جدا وسهل. اول حاجه غندير هي غنمشيو لاعدادات الهاتف، من ثم غنزلوا لاسفل غنلقاو اكسسبيليتي، من ثم غنمشيو لاسفل حتى نلقاو جايدد اكسس، غنضغطوا عليها وغنديروا لها تفعيل، ومن ثم غنديروا تفعيل اكسسبيليتي شورت كوتس، من ثم غادي نمشيو لاي موقع او صوره او اي حاجه بغيتي توريها لذاك الصديق، وغتضغط 3 مرات على زر الباور غيعطيك هذه الواجهه. طبيعة الحال يمكن لك ترسم، ويمكن لك ايضا تحدد الى بغيتي ما يخدمش الفوليوم بوتونز او بغيتي دير له تايمر، يعني يخدم الهاتف ديالك لمده دقيقه فقط ومن ثم يعمل لوك للهاتف، امر رائع جدا. وطبيعة الحال يمكن لك دير رسم لاي حاجه بغيتيها على الشاشه الخاصه بك. على سبيل المثال ما يمكنلوش يوصل لهذا المكان من الشاشه، يعني هذا المكان من الشاشه غيتعطل له اللمس، ما يمكنلوش يلمس في هذه البلاصه، ومن ثم غتضغط على ستارت بطريقه عاديه جدا. وبطبيعة الحال هنا غدير الكود او الباس كود الخاص بك بسهولة تامة، وغدير اعادة الباس كود، ومن ثم اي شخص عطيته الهاتف ديالك ما يمكنلوش يدير لمس لتلك الاماكن اللي درتي عليها رسم. بطبيعة الحال ما يمكنلوش يخرج من على سبيل المثال هنا متصفح سفاري، وما يمكنلوش يغير الموقع، يعني فقط يمكنلوش يشاهد ذلك الموقع ويضغط على اي رابط من الروابط الموجودة
في ذلك الموقع. بطبيعة الحال نفس الأمر ينطبق على الصور، إذا كان عندك صورة في الجاليري الخاصة بك أو تطبيق بين التطبيقات فيمكن لك تضغط 3 مرات على زر الباور وغيفعل معك هذه الميزة الرائعة جدا. وبطبيعة الحال هنا تحميل خصوصية ديالك، خصوصا إذا كان عندك شي صديق متطفل وتيبغي يعرف بزاف ديال الأمور. وبطبيعة الحال لتعطيل هذه الميزة غتضغط 3 مرات على الباور بوتون بطبيعة الحال وغتدير لها اند بسهولة تامة، وبطبيعة الحال غيرجع الهاتف ديالك للوضع الطبيعي بدون أي مشاكل. صراحة ميزة مفيدة جدا. إذا كنتي تنت بحالي كتفتح بزاف ديال النوافذ أو تابس على متصفح سفاري بهالطريقة، فالأمر يكون بعض الشيء متعب لغلق جميع هاد التابس أو جميع هاته النوافذ، فبدلا من غلقها واحدة تلو الآخر فهناك اختصار جميل وظريف يمكنك من خلاله غلق جميع هاته النوافذ بسهولة تامة، فتضغط على زر النوافذ بضغطة مطولة وسيعطيك close all 14 تاب أو 20 أو 100 تاب على حسب النوافذ التي أنت قمت بفتحها. صراحة الميزة هنا مخفية وجميلة جدا ومفيدة، فبدلا من غلق جميع النوافذ على حدة تضغط على قائمة النوافذ أو أيقونة النوافذ وتضغط على Close All Tabs، أمر رائع جدا. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية لأفضل وأبرز الميزات المخفية على هواتف الآيفون. طبيعة الحال بغيتوا فيديوهات أكثر على شركة أبل وعلى هواتف الآيفون بالتحديد، فخلي لي شي تعليق أو كومنتار أسفل الفيديو. نعم قم بعمل كومنت أسفل الفيديو باش نعرف واش كاين بزاف ديال الناس مهتمين بهواتف آيفون وبغاو يعرفوا التطبيقات الخاصة بالآيفون والألعاب وكل هذه الأمور، ونعرفوا واش نديروا فيديوهات مخصصة لمستخدمي آيفون ولا فقط نخدمه مع الأندرويد ونديره فيديوهات الأندرويد. تلقوا فيديو جديد، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.